العربية هناك ولا تعلموني أهلي، لكن لما جيت هنا بسبب ظروف العمل انجبرت اني اتكلم العربية، ولهذا اخذتها من زملائي اللبنانيين هنا، والان بعد ما اعرف اتكلمها طبعا باللهجة هذا الأوازية. كان يهتم بهذا الامر، ما كان يهتم، لكن لما خرج عرف انه اللغة العربية يجب ان يتعلمها. فانتم لا تحرمون اولادكم وبناتكم من اللغة العربية، لان هي مو بس هي لغة شعبنا، مو بس هي العمود الاساسي لثقافتنا وهويتنا، انما هي لغة عالمية محترف بها موجودة، وحتى على الجوجل مثلا على الانترنت. يعني اليوم اذا تريد تترجم نصوص، وصارت الان جديدا خدمة الترجمة على صفحة الجوجل، فبإمكانك أنت تأخذ العربي الإنجليزية تترجمها إلى عدة لغات. في غائمة اللغات اللي ممكن تترجم من لغة إلى لغة أخرى هي العربية، موجودة في يعني في تكنولوجيا رأس القائمة، بينما الفارسية لا موجودة، ما ما هي توجد. موجودة. نعم لذلك أنا يعني ما أريد أحط من قيمة الفارسية، لأن هي لغة البلد الموجود، فتعلموها، لكن لا يكون هذا التعليم على حساب اللغة العربية، أو تحسون بحقارة، أو تحسون بضعف، أو تزعزعون وتستنكرون أو تتنكرون لهذه اللغة الإنسانية أولا والإلهية ثانية. طبعا مثل ما أشرت أستاذ أبو نزار، التنوع الثقافي الموجود في الغرب ما يعتبرونه تهديد لهم، فهنا يسمحون للأجانب أن يدرسون بلغاتهم، يتابعون نشاطاتهم الثقافية الاجتماعية. وحتى أنا أشاهد هنا الجالية الأهوازية في بريطانيا تقيم مناسبات ثقافية اجتماعية تهتم بالتراث الأهوازي، وحتى هنا يعني هنا مؤسسات المجتمع المدني في بريطانيا تساعد هذا الأمر. ولكن للأسف بعض الدول اللي تعتبر هي يعني عندهم سجل ما هو زين في حقوق الإنسان، أو ما يراعون حقوق المدنية للأفراد والجماعات، يعتبرون التنوع العرقي والثقافي هذا تهديد لهم، فيتعاملون معه بشكل أمني وبشكل بوليسي. وهذا هناك فضلا عن المخاطر يعني تجي من الحكومة، هناك أكو مخاطر هم أخرى ممكن هاي تأثر على الثقافة والتراث الأهوازي، مثلا الهجرة من القرى للمدينة. وإحنا نشوف يعني القرى ما تمتلك خدمات ووسائل للعيش يعني البسيط حتى، فاضطرت كثير من الجماعات شعبنا الهوازن يهاجرون للمدن، والمدينة يعني ممارسة الطقوس وهذا المناسبات الثقافية صعبة تكون. هل هذا يعني ممكن بالمستقبل راح يكون أكثر تأثير سلبي على هذا، أو يعني ترون تشوفون أن الجانب اللي المتخذ من قبل الحكومة التهديد أكثر؟ حضرتك أشرت إشارة جيدة، وهي على أنه الدول هنا بالغرب بشكل عام تعطي المجال للثقافات الأخرى وتعطيهم الخدمات، ولكن بالعكس نرى مثلا دولة مثل دولة إيران تحرم الشعوب الموجودة هناك من هذا العمل أو العمل الثقافي حتى أقل، والحفاظ على هويتهم وثقافتهم في المنطقة. طبعا أنت تعرف أنه الجالية مثلا على سبيل المثال الجالية الصومالية هنا في بريطانيا، إذا حصلت على إمكانيات أنه تقدر تدعم ثقافتها ولغتها وتحافظ على بعض يعني شغلاتها الثقافية، لا يمكن أن الجالية في الصومالية في لندن يوم ما تدعي بملكية الأرض البريطانية، ولهذا السبب هم يدعمون ما يخافون. لكن الدولة الإيرانية
تعارض هذا الشيء وتسلبه من العربي الموجود بالعواز أو الكرد الموجود في كردستان، لأن تخاف هذا الإنسان بكرة راح يعني إلى مطالبات، لأن هو هذا هو صاحب الأرض هاي، لذلك تمنعه. يعني اليوم إذا العوازين يهاجرون يسكنون بكرج أو يروحون مثلا بطهران، إيران ممكن تعطيهم مجال إنه هناك يقيمون مدارس تعليم لغة عربية لأولادهم، مثل ما يعني سمحوا بتأسيس بيت العرب. نعم تسمح لهم، تسمح لهم، لأن هناك ما هم على أرضهم، لذلك ما يهددونهم ولا يتسببون لهم بأي خطورة، لكن اللغة هاي تحارب في أرضها، يعني حاربونها في في معقل دارها. لذلك يعني اللغة هي والثقافة بشكل عام هي الخطر الأساسي على كل الدعايات الموجودة والتزييف، وهي تفضح التزييف، وهي تفضح العمل اللي قاعد تقوم باللغة المهيمنة الفارسية في المنطقة. ولعلمك يعني وفيدك بعد بيت من الشعر، مثل ما يقولون انه احنا يعني شفنا يعني حد اقل يعني شفنا مثلا العراق لما دخل بالكويت، العراق لما دخل بالكويت ما عمل ذاك التخريب بالعمارات وبالمعالم الأثرية والتاريخية الموجودة بالكويت. لأن ليش؟ لأن يعتبر الكويت مثلا، هو يعتبر، احنا ما نأيت هذا الشيء ولا عندنا غرض ندخل بهذا الموضوع، لما يعتبره يعني إله، هيك كان يفكر، توجهت. لكن يعني ما يذكر التاريخ انه دولة تذهب إلى مكان أو قوات تدخل إلى مكان وتفلش